عامل ايه يا سيدوني؟ خلاص ما بقتش ازعل من اقتحامك لخصوصيتي، انتهى الموضوع من ساعة ما دخلت بالغلط وانا بستحمى. انا جالي تروما. ما تنسى الموضوع ده. كنت ابتديت انساه فعلا لحد ما شفتك انت واخواتك بتستحموا مع بعض، وابوك هو اللي اداك الليفه. وصل الموضوع ده كمان. انسى ايه ولا ايه؟ انت شايف انا بقول ايه؟ خلاص معلش معلش يا سيدوني. بقول لك يا سيدوني، انت شفت مسلسل لا كازا بالبابل؟ لا الحقيقه انا دقت لا كازا بالمشروم. مشروم جوسي. انت عارف المصيبه ان انا فاهم انت تقصد ايه. دي المصيبه، احنا اتفرجنا عليه سوا. ايوه صح. طب بقول لك ايه، معوز ان اتفرجوا عليه تاني؟ ليه؟ انا شفته كتير وحفظته. حلو. ايه ده حلو؟ وايه اللي حلو؟ حلو انك حافظه. طب بقول لك يا سيدوني، مين اكتر حد بتحبه في المسلسل؟ يعني انا مثلا اكتر حد بحبه ريو علشان شبهي. شبهك. انتوا الاثنين عندكم خرام في مناخيركم. طب انت يا سيدوني، مين اكتر شخصيه بتحبها في المسلسل؟ البروفيسور مثلا. حلو. في ايه؟ اشمعنى البروفيسور؟ علشان محرك الاحداث، ليدر. هدرس يا حويط. حلو حلو حلو. انا جزعت من كتر الحلو وعايز اشرب اسبريسو. هو في ايه بالظبط؟ انا هقول لك يا سيدوني، تعمل ايه لو عرفت ان في ناس هتسرق بنك بنفس طريقه المسلسل؟ ابلغ عنه. اجدي مش حلو. ليه؟ حتى لو كانوا اقرب الناس ليك. انت ناوي تسرق بنك؟ يعني انا اقرب الناس ليك؟ هبلغ عنك برضو. بقول لك اقرب الناس ليك يا سيدوني، يعني تربطك بينك وبينهم صلة دم. الحلاق بتاعي؟ حلاق ايه؟ ما هو قطش لي دم الب... يا سيدوني بقول لك صلة دم، اخوية. حزلقوم هيسرق بنك. استحالة حزلقوم يسرق بنك، استحالة. أكيد تشابهوا في الأسماء. مفيش حد في الدنيا اسمه حزلقوم تاني. حزلقوم يسرق ليه؟ ما شاء الله ده غني جدا. تقول لي كدك ده؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك. يعني ما شاء الله ما شاء الله غني، بس معقول اكون وصل للغنى زي بتوع سويسرا انه عايز يعمل مغامرات صعبه و... الموضوع مش كده يا سيدوني، انا هفهمك. في واحد ابن حرام سرق حاده من سحزلقوم ودساه جوه البنك، فسحزلقوم عاوز يديب الحاده دي، فدي ما تبقاش سرقه. طيب هو العك ده كله الكبير عارفه؟ لا طبعا، الكبير لو عرف هتطير فيها رجاب. طيب حلو قوي، بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان تساعدنا. انت لازم تساعدني يا سيدوني، عشان انت اللي بتفكر يا سيدوني. سحزلقوم عامل خطه مخرجه على الاخر، فما فيش غيرك اللي هيظبط لنا الخطه دي، ولا ايه يا بروفيسور؟ نو واي يا بروفيسور. استحاله يا بروف. استحاله. لو هشحت، لو مش هلاقي اكل، لو هاكل بيتزا جبنه بس من غير اي مكونات تانية ولا سلامي، لو هلبس جزمه هاي كوبي، استحاله. وافرض افرض اني في يوم من الايام قلت هسرق بنك، اسرق بنك بخطه اعملها حزلقوم. كمان عندك حق. عموما براحتك. انا والله يا سيدوني قلت لهم، قلت لهم سيدوني عمره ما هيوافق. صح. حتى لو عرضتوا عليه كنوز الدنيا. جدع. حتى لو عرف ان نصيبه في العمليه هيكون نص مليون جنيه. فوتك بعافيه يا سيدوني. فين البنك؟ البنك في الحزلقوم. سحزق فين النص مليون؟ يحضر حالا. حلو. ايه ده؟